مسرب للأخبار الشهير دس كولم أعطانا معلومات جديدة حول مستقبل سلسلة ريزيدنت إيفل، اللي أكد لنا أن ريزيدنت إيفل 8 قادمة وبتصدر في 2021، بتكون بالمنظور الأول من بطولة إيثن الشخصية الأساسية في الجزء السابع. المسرب يأكد أن اللعبة كانت في البداية الجزء الثالث من ألعاب ريفيليشن الفرعية، لكن الانطباعات الإيجابية داخل كابكوم عززت من ثقة الشركة في اللعبة وخلتهم يشتغلون عليها سنة إضافية مع زيادة حجمها وتعديل العديد من الأمور فيها مثل القصة حتى تتوافق مع كونها جزء رئيسي جديد للسلسلة. نير أوتوماتا كانت لعبة ناجحة، لكن الجزء الأول اللي نزل قبلها ما كان ناجح. سكوير إنكس الآن تعطيها فرصة ثانية مع نسخة محسنة اسمها نير ريبليكت. هذه النسخة المحسنة بيكون فيها نهاية جديدة وألحان جديدة من الملحن للسلسلة العريق، وأضافوا بأن تم إعادة تسجيل أصوات كل الشخصيات وبتكون من تطوير فريق توي لوجيك. ذكر مات بوتي رئيس استديوهات الإكس بوكس في تصريح إلى جيم ستوب بأنهم حريصين على تقديم أفضل الألعاب للاعبين، ولكن سلامة وصحة الموظفين لها الأولوية، وكل استديوهات الشركة الحالية تواجه صعاب مختلفة على حسب موقع تلك الاستديوهات، وهذا ممكن يخلي بعض الألعاب الشركة تتأجل لأن وضع فيروس الكورونا ممكن يكون أسوأ مما نتخيله. مثل ما سوت سوني مع أوروبا، اليوم أعلنت بأنهم راح يقللون سرعة شبكة بلاي ستيشن في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي حذرت منظمة الصحة العالمية بأنها ممكن تصبح البؤرة العالمية للوباء بسبب تزايد عدد الإصابات الكبير على مدار الساعة. أعلنت سوني عن تأجيل إصدار لعبتين The Last of Us Part 2 وIron Man VR لجهاز البلاي ستيشن 4 لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس الكورونا. وبعدها وضح لنا مخرج The Last of Us 2 نيل دراكمان بأنهم في آخر مراحل التطوير للعبة، جالسين يصقلونها ويحلون كل الأغلاط اللي فيها. وطبعا قرار التأجيل كان من مصلحة وسلامة المطورين اللي يعملون على اللعبة، لأن أغلبهم الآن يشتغلون عليها في بيوتهم وفي نسبة منهم أخذوا إجازات. وأيضا وضحوا بأنهم ما راح يسترون اللعبة بشكل رقمي، لأن في كثير من اللاعبين ما عندهم البنية التحتية اللي تخليهم يحملون اللعبة. هذا غير أنهم قالوا ما راح ينزلون اللعبة أي ديمو. سوني شاركتنا أول معلومات والتفاصيل عن البلاي ستيشن 5 عن طريق كلمة ألقاها مارك سيرني المهندس المعماري للجهاز، وغطينا هذا الموضوع بالتفصيل في فيديو تقدرون تشوفونه. ومن فترة أكدوا محررين موقع ويندوز سنترال بأنهم سمعوا كلام من مطورين شغالين على عدة تطوير البلاي ستيشن 5 بأن عدة تطوير البلاي ستيشن تعاني من مشاكل في الحرارة والتبريد بسبب الترددات المرتفعة اللي يشتغل عليها الجهاز. طبعا هذا مو بشرط يعني بأن المنتج النهائي راح يعاني من نفس المشكلة. شكل قصة الجزء الثاني من The Last of Us بتكون مثيرة للجدل، أو على الأقل هذا اللي يقدر الواحد يفهمه من كلام الممثل الصوتي تروي بيكر في مقابلة، ولأنه قال أبغى معجبين اللعبة يواجهون أفكارهم الخاصة حول وش هي هذه اللعبة ووش وضع هذا العالم وطبيعة هذه الشخصيات الحقيقية. أبغى كل الناس يدخلون على هذه القصة بعقلية مفتوحة ويسمحون لجول وإيلي بسرد قصتهم، ومو بالقصة اللي يبون يسمعونها الناس. إذا كنت داخل بعقلية مفتوحة يتوقع بأن اللاعبين بيطلعون بتجربة مختلفة تماما. بالله وش تتوقعون جالس يقصد هنا؟